الرياضة من أون لايف، أهلا بكم. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أخطر ناديه بموعد مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي. وقال عبد الحفيظ أنه تم تحديد 7 من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة موعدا للمباراة. وكان الأهلي قد أرسل أمس خطابا للكاف يطلب فيه إقامة الذهاب للنهائي الإفريقي الأحد المقبل للحصول على أطول فترة ممكنة للاستعداد لهذه المباراة، لأن الكاف تمسك بإقامتها السبت لأسباب تتعلق بالحقوق التسويقية. وأكد عبد الحفيظ أن الأهلي جاهز لخوض المباراة تحت أي ظرف لأنه يسعى للتتويج باللقب. يذكر أن الأهلي تأهل للنهائي بعد الفوز على النجم الساحلي، بينما تخطى الوداد عقبة اتحاد العاصمة الجزائري. كشف الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن إجهاد الضامة ليس الإصابة الوحيدة التي يعاني منها شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، وذلك قبل مواجهة الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث أكد خالد محمود طبيب الفريق أن إكرامي يعاني أيضا من آلام شديدة في الضرس منذ أيام. ورغم صعوبتها إلا أنه أصر على المشاركة في مباراة النجم الساحلي التونسي الأخيرة التي شهدت تأهل الأهلي إلى نهائي البطولة بعد الفوز بستة أهداف مقابل هدفين. وأضاف طبيب الأهلي أنه سيتم اللجوء للحقن المسكنة في علاج إكرامي ليتمكن من اللحاق بمباراة السبت المقبل أمام الوداد المغربي، خاصة أنه من العناصر الأساسية بالفريق. حرص المغربي وليد أزارو مهاجم فريق النادي الأهلي على تهنئة جماهير ناديه بالفوز على النجم الساحلي والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا من خلال تدوينة نشرها عبر حسابها على تويتر. وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي أبدأ سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه مهاجم الأهلي في مباراة النجم الساحلي والأهداف الثلاثة التي أحرزها ومساهمته في التأهل للنهائي الإفريقي. وأكدت الصحيفة أن مهاجم الأهلي بات قريبا من العودة مرة أخرى إلى قائمة المنتخب المغربي في المباراة المصرية أمام كوت ديفوار في 11 من نوفمبر المقبل، بعد أن تم استبعاده في مواجهة الجابون الأخيرة بتصفيات المونديال. بدأ النادي الأهلي طباعة تذاكر مباراة الفريق الكروي أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مطلع الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لطلب النادي الأحمر الموجه للاتحاد الإفريقي الكاف. وطلب مسؤول النادي الأهلي من مطابع الشرطة المختصة رسميا بطباعة تذاكر المباريات طباعة 70,000 تذكرة للنهائي الإفريقي في ظل وجود مرونة شديدة من الجهات الأمنية بزيادة أعداد الجمهور في النهائي الإفريقي 20,000 عن المباراة الماضية أمام النجم الساحلي لتصبح 70,000 بدلا من 50. ضم الأرجنتيني هكتور كوبر مدرب منتخب مصر عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي وأعاد عمرو وردة لتشكيلة المنتخب الذي يستعد لمواجهة الإمارات وديا قبل ختام تصفية كأس العالم أمام غانا الشهر المقبل. ولن تكون نتيجة مباراة غانا في مدينة كيب كوست مؤثرة بعد أن ضمن المنتخب المصري التأهل لنهائيات كأس العالم العام المقبل بعد فوزه على الكونغو قبل أسبوعين ليتصدر مجموعته برصيد 12 نقطة. وغاب وردة عن تشكيلة مصر خلال آخر 3 مباريات بالتصفيات الإفريقية. كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أرسل خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم يهدده بتجميد النشاط في مصر في حال التدخل الحكومي في الكرة بعد الأزمة الأخيرة المتعلقة بموعد إجراء انتخابات جديدة للاتحاد. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح والقوانين في الجامعة الأمريكية في دبي. صباح الخير يا فندم. في البداية صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا زحي. في البداية فندم، يعني ازاي بتشوف الأزمة المثارة حاليا بشأن انتخابات اتحاد الكرة، وهل هيكون عليها تأثير فعلا على منتخبنا الوطني؟ والله حضرتك هي دي مجموعة يعني خطابات، دي بتبقى خطابات روتينية بيتم إرسالها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم واخدة بال حضرتك علشان خاطر بس التحذير من عملية التدخل الحكومي. لكن اللي موجود على الساحة المصرية مفيش حاجة، يعني مفيش ما يثبت أن هناك تدخل حكومي. أي شيء يتعلق باتحاد الكرة يجب أن يكون من خلال اتحاد الكرة نفسه، أي قرار يتم اتخاذه يجب أن يكون من خلال مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية.
بالإضافة إن القانون الحالي الجديد قانون الرياضة المنظم للحركة الرياضية في مصر أصبح يمنع عملية التدخل الحكومي، وأصبح يمنع فكرة حل الاتحاد من قبل الوزير المختص وهكذا، والأمر كله بيبقى من خلال إدارة اللجنة الأولمبية، ودي هيئة أهلية بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم. فما فيش خطورة على كرة القدم المصرية، دي أمور روتينية بيرسلها الاتحاد الدولي لكافة الاتحادات الوطنية لفكرة منع التدخل الحكومي من قبل الوزارات ومن قبل الحكومات في الدول. طيب يا فندم، في مقولة معروفة بتقول يعني ما بني على باطل فهو باطل. في انتخابات اتحادات الكرة يعني تحديدا اتعرضت للعديد من المشاكل ووصلت لساحات القضاء، بس في الآخر يعني القرارات دي بتروح يعني ما بيكونش ليها تأثير فعلي. تعتقد ان ممكن الوزارة ليها يكون ليها تأثير على مجلس اتحاد الكرة؟ شوفي بس حضرتك، انا بحب بس اصلح التايتل اللي حضرتك قلتيه في الاول. انا حاليا انا مستشار الرياضه بالهيئه العامه للشباب والرياضه بدوله الامارات. تمام. فيما يتعلق باتحاد الكره، اتحاد الكره طبعا كان في مشكله اساسيه ان هو الاتحاد الوحيد الذي تم استثناؤه من اجراء الانتخابات في الفتره السابقه، وكان من المفترض ان يتم انتظار اجراء الانتخابات الخاصه باتحاد الكره لحين صدور القانون الجديد، لان القانون الجديد الزم كافه الهيئات الرياضيه سواء كانت انديه او اتحادات بتوثيق اوضاعها بعد صدور القانون. كان الخطا الاكبر ان انت اجريتي انتخابات اتحاد الكره قبل القانون الجديد. الامر الثاني، الاتحادات الدوليه، يعني حضرتك مؤيد لقانون الرياضه الجديد؟ قانون الرياضة الجديد انت امام قانون اصبح ساريا، ما فيش بقى فكرة تأييد وعدم تأييد، هو ده القانون. طبعا أنا اقصد يا فندم انه يعني من وقت صدور قانون الرياضة الجديد وحصلت صراعات كتيرة جدا سواء في الاندية او في الاتحادات. صحيح، في اشكاليات كتيرة جدا يا استاذ اسماء. طبعا في اشكاليات في النصوص كتيرة جدا وفي اخطاء، ولكن انت دلوقتي امام قانون ما تقدريش توقفي الحياة، لان اي مشكلة في التصعيد الدولي دلوقتي وانت رايحة كاس عالم حلم كبير جدا كلنا انتظرناه هيعمل مشكلة. فبالتالي احنا بنقول ان الموضوع ده هو يجب ان يتم حله بالتوافق ما بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة واتحاد الكرة، ويتم تسويته بحيث لا تتصاعد وتتفاقم المشكلة للنطاق الدولي عشان ما تحصلش مشكلة لكرة القدم المصرية. يعني زي ما حضرتك بتقول ان احنا يعني نجنب كل مشاكلنا في حين ان احنا نبقى مساندين صحيح المنتخب. اتفضل يا فندم. صحيح، واخد بال حضرتك. فالامر المهم بقى دلوقتي ان انت امام قانون بيلزم كافه الاتحادات والانديه بتوثيق اوضاعها. طيب مجلس اداره اتحاد الكره تم انتخابه قبل القانون القديم، قبل القانون الجديد. تمام، هنعمل احنا ايه؟ من المفترض ان يتم ارسال لائحه استرشاديه لاتحاد الكره من قبل اللجنه الاولمبيه المصريه يوفق عليها اوضاعه، ويتم اجراء انتخابات في هذا الاتحاد، لان القانون الزم كل هذه المؤسسات، والا اعتبرت هذه الهيئه هيئه منحله. فماذا هيكون في النطاق الوطني؟ يعني في مصر هيشتغل ازاي الاتحاد والقانون قال ان الهيئات دي هتبقى منحله اذا لم يتم توثيق اوضاعها؟ هي المشكله مش سهله، مش قليله، لكن ليها حلول كثيرة ان الناس كلها تقعد على ترابيزة واحدة، اللجنة الأولمبية والوزارة واتحاد الكرة، ويتم التوصل الى حل توافقي يرضي كل الاطراف بحيث ما يبقاش فيه مشكلة. ولكن انا بقول لحضرتك الوزير ليس له الحق ان يتدخل بعملية الحل، القانون لا يسمح له دلوقتي. اذا كان هناك خطاب هيلزم الاتحاد باجراء الانتخابات هيكون من خلال اللجنة الأولمبية، واذا حصل نزاع ما بينهم هيكون مركز التحكيم اللي هو بيعترف به الاتحادات الدوليه فكره الاربيتريشن هيكون هو اللي فصل في هذا النزاع ما بين اتحاد الكره واللجنه الاولمبيه، وده اللي بتسمح به الاتحادات الدوليه ولا تعترض عليه. طب يعني في راي حضرتك ان ده هيكون السيناريو القادم ولا ايه اللي هيتم؟ السيناريو القادم الانسب قانونا ان مجلس اداره اتحاد الكره هو بنفسه اللي يقول يا جماعه انا اللي هدعو لانتخابات جديده على لائحه استرشاديه ترسلها له اللجنه الاولمبيه المصريه، ويتم الدعوه في 30/10 ويتجرى الانتخابات في 30/11 وياتي من ياتي لمجلس اداره الاتحاد. ده السيناريو الافضل لكل الاطراف. تمام. غير كده هيخش في مشاكل كثيره جدا. تمام، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد فضل الله سياده المستشار، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. دخل أسامة نبيه المدرب المساعد لمنتخب مصر الأول دائرة ترشيحات اتحاد الكرة لشغل منصب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الذي سيتم تشكيله خلال الفترة المقبلة، ويرغب بعض أعضاء الجبلية في منح أسامة نبيه فرصته في منصب الرجل الأول مع المنتخب الأولمبي بعد تقديم أوراق اعتماده من خلال عمله مع هكتور كوبر المدير الفني الفراعنة وإشادة الأخير به. وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة والمقرر إقامتها عام 2009
2019، وتعد البطولة في الوقت نفسه هي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. فاصل مشاهدينا الكرام ونعود فيما بعد استكمال النشر. أهلا بكم من جديد. فتح مسؤول نادي الزمالك خط مفاوضات مع الجنوب أفريقي كيجان دولي لاعب مونبيليه الفرنسي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة. ويضم الزمالك بين صفوفها 4 لاعبين أفارقة هم معروف يوسف وكاسونغو ورزاق سيسي وأتشيم بيونغ، إلا أنه قد يتخلص من لاعب أو 2 في يناير المقبل. وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين مسؤول الزمالك ووكيل اللاعب، إلى جانب تواصل أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الأبيض مع اللاعب نفسه من أجل تقريب وجهات النظر لضمه في يناير المقبل. وكان دولي أحد لاعبي سان داونز الجنوب أفريقي الذين فازوا بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي على حساب الزمالك قبل أن ينتقل هذا الموسم إلى النادي الفرنسي، ولم يشارك إلا في دقائق معدودة. توج الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل مدرب لعام 2017 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الحفل السنوي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن. وتفوق زيزو على الثنائية الإيطالية أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي وأليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، بعدما قاد الريال لتحقيق عروض رائعة في الموسم الماضي من ناحية، كما فاز معه بثنائية الدوري ودوري الأبطال الأوروبي بخلاف الفوز في مطلع الموسم الحالي بلقبي السوبر الإسباني والأوروبي من ناحية أخرى. بذلك أصبح زيزو أول شخص في التاريخ يتوج بجائزة الفيفا كأفضل لاعب ومدرب، حيث حصد جائزة أفضل لاعب 3 مرات 1998 و2000 و2003 وأفضل مدرب 2017. توج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الحفل السنوي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن. وتنافس رونالدو على الجائزة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ليحصد الجائزة للمرة الثانية على التوالي والخامسة في مسيرته، وليعادل رقم ليونيل ميسي في عدد مرات حصد الجائزة المقدمة من الفيفا. بدوره نشر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة حديد المصريين صورة تجمعه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني عقب التتويج الأخير بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017. وكتب أبو هشيمة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير انستغرام: مبروك يا عزيزي، أنت تستحق ذلك. إلى هنا انتهت نشرتنا الرياضية، ولم يتبقى سوى التذكرة بأهم ما جاء فيها من أخبار. رسميا الأهلي يواجه الوداد المغربي 7 مساء السبت المقبل على استاد برج العرب. الزمالك يدخل في مفاوضات لضم الجنوب أفريقي دولي لاعب مونبيليه الفرنسي. رونالدو يعادل رقم ميسي ويتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2017. ختام النشرة الرياضية، أشكركم على طيب المتابعة.